انك تعيش يوم رايق وممتع، فده مش بيعتمد بس على الظروف والاحداث اللي بتمر عليك غصب عنك، لكن الحقيقة بيعتمد بالاكتر على قدرتك في تغذية عقلك وضبط مودك. لو مسكت مفاتيح المهارة دي هتعيش ايام احلى كتير من اللي تعودت عليه، وده اللي يكون كلامنا عليه النهاردة. مش أحياناً بتلاقي اليوم خنيق وكئيب وتحس إنه طويل وممل وتحس جسمك متكسر ومهدود من قبل ما تعمل أي حاجة؟ لو بتشتغل تبقى مش عايز تروح الشغل، ولو تلميذ يبقى نفسك تغيب، ولو رحت المدرسة تفضل تتاوب وعنك تدمع ورأسك عايزة تروح في غيبوبة، تفضل تبص في الساعة عشان اليوم يخلص وكأنه كابوس. نمت كويس؟ آه نمت كويس. في حاجة مضايقاك؟ لا مفيش. لكن احيانا تانية تحس اليوم جميل والحياة حلوة وكلك نشاط. نمت كويس؟ يمكن لأ. عندك مشاكل متاعب؟ برضو لأ. لكن الحاجات العادية بتاعت كل يوم، طب ليه يا ترى يوم كده ويوم كده؟ احيانا شوية افكار وشوية خطوات بنعملها من غير ما نقصد في بداية اليوم بتخلينا نعيش يوم كئيب وخنيق وممل، لكن كمان شوية أفكار وخطوات بسيطة في بداية اليوم تقدر تخليك تعيش سعيد، يوم كله روقان ونشاط وحيوية، مش بس في جسمك لكن كمان في عقلك وتفكيرك. في الحلقة دي هقدم لك شوية خطوات عملية هتغير طعم وشكل يومك. ركز معايا. لو النهاردة صحيت على صوت المنبه أو على صوت الموبايل ورحت مسكته ودست عليه وكتمته وكأنك بتنتقم منه، ولولا انه غالي شويه كنت رزعته في اقرب حيطه. لو قفلته قلت اغمض عيني كمان 10 دقايق، ولما رن تاني قفلته وابتديت تتاوب وتدعك في عينيك، يا لو كان يوم اجازه مش كنت انام براحتي؟ وابتديت تقوم بالعافيه من سريرك وتلف وتبص على السرير زي ما يكون صعبان عليك الفراق، قمت تجرجر في رجليك وانت بتفكر في الهم اللي وراك. تفتكر بالبدايه دي اللي اغلبنا بيبتديها يومك هيبقى عامل ازاي؟ لكن لو النهاردة صحيت بدري شوية عن معادك وخدت كام نفس عميق وابتديت تبتسم وتشكر ربنا اللي اداك فرصة يوم جديد، لو قمت من سريرك وفتحت شباك جنبك وبصيت للسماء ومليت صدرك بالهواء وانت بتحس بالنشاط في كل عضلة من عضلاتك، لو شغلت موسيقى انت بتحبها، لو ابتديت تعمل رياضة بسيطة حتى لو 5 دقايق، لو لبست هدومك اللي انت محضرها من بالليل وقفت تنمق نفسك قدام مراية وانت مالي نفسك بالإحساس بالرضا عن نفسك، لو حضرت مشروبك وعلى كرسي في ركن هادي أخدت مشروبك وانت بتراجع برنامج يومك، أكيد يومك هيبقى له شكل وطعم تاني. لكن لو انت صاحي على آخر وقت ولبست من هدومك اللي تلاقيه قدامك وجري تخرج ويمكن تنسى الساعة ولا تنسى الموبايل أو أي حاجة تانية هتحتاجها في يومك، لو انت خارج بتفكر في اللي وراك وبتلعن الشقة والتعب خارج وجسمك متكسر وتعبان، تفتكر يومك هيبقى عامل ازاي؟ لكن لو انت من الليلة اللي فاتت رتبت امورك، رتبت جدول يومك وصحيت تاني يوم تراجع جدول يومك ورفعت قلبك وعينك لفوق تطلب عون الله وانت واثق ان ايديه اقوى من كل ايد واحن من كل ايد، اكيد يومك هيبقى أحلى وإنجازك هيبقى أكبر. لو ابتديت يومك وانت مش عارف خطواتك هتكون ازاي ويمكن تنسى حاجة ولا اتنين من الحاجات اللي كان لازم تعملها وتحرج نفسك أو تضطر تخلق عذر، تفتكر شكلك ويومك هيبقى عامل ازاي؟ قبل ما تنام جهز جدولك، جهز الحاجات اللي هتاخدها معاك، جهز لبسك اللي هتلبسه بكرة، احساسك بأناقتك هيزود ثقتك في نفسك وممكن يكون خطوة مهمة قوي في رضاك عن نفسك. املى فكرك بالحماس، املى نفسك بالأمل، بالأمل في استقبال يوم مليان بالإنجاز. فكر بعمق في خطوات يومك اللي جاي، اكتبها، راجعها أكتر من مرة عشان ما تكونش ناسي حاجة. اصحى قبل ميعادك بوقت كافي، امشي بثقة، فكر في كل شيء جميل، اطرد من عقلك اي فكر سلبي يحاول يسيطر عليك، ابتسم من قلبك، الابتسامة العميقة مش بس للتانيين، دي هتملاك بحالة من الارتياح والرضا، اي شيء مزعج او منظر سيء يقابلك في طريقك تجاهله، بلاش تركز فيه ولا حتى تفكر فيه،
لو على الطريق كوم زبالة، ليه تركز معاه وتسيب ريحته تهاجم مناخيرك، وفي الناحية التانية شجرة فوق راسك سما؟ حاول تخلي عينيك تصطاد كل حاجة حلوة، امشي في خطوات نشيطة قوية، بلاش تجرجر في رجليك وكأنك رايح حبل المشنقة مش رايح شغلك ولا جامعتك ولا مدرستك. افرد نفسك، بلاش تمشي المشية المنحنية وانت باصص للأرض، افتح عينيك بقوة، اوعى تسيب جفونك ساقطة كسولة. استقبل الناس ببهجة بابتسامة، خليك مجامل، ما تكونش منافق. اوعى تفقد يومك من غير ما تسعد بيه، من غير ما تنجز فيه. اوعى تغلط وتستسلم وتعيش بعشوائية. اللي بتعمله في يوم هيبقى مع الوقت عادة لباقي الأيام، عادة يمكن ما تقدرش تتخلص منها، ويمكن يجي يوم تقول لنفسك وتقول للتانيين أنا طبعي كده، ربنا خلقني كده، بس الحقيقة أنت اللي عملت في نفسك كده. تمناتي ليكم بحياة سعيدة رائعة، وإلى اللقاء إن شاء الله. وحيد ونيس.